سبورتس برو النهارده عملوا يعني ليست او قايمه باكتر الرياضيين عندهم قيمه تسويقيه، وازاي ان القيمه التسويقيه ما بتجيش بالارقام بس، بالزبط. بنسبه تفاعلهم مع المتابعين ومع الجمهور. احكي لي القصه دي ايه. القايمه كانت مفاجاه، هنشوف القايمه قدامنا. لان شهدت ان اول اسم سيمون بايلز، دي لعيبه جمباز امريكيه، دي كانت دي 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 في التوب. دي كانت اسطوره، هقول لك بقى قصتها غريبه جدا. دي كانت اسطوره في ريو، وجابت 4 ميداليات، وعملت يعني كانت رايحه طوكيو انها تعمل نفس الانجاز. فجاه وهي في طوكيو وبدون سابق قالت انا مش هلعب. وكان عندها مشاكل شخصيه وحاجه ليها علاقات بصديقه، وقالت انا سلامتي النفسيه اهم من اي شيء، وانا لو لعبت هتعرض لضغوط، انا مش هلعب. لعبت بس جماعيا في الاخر وخدت ميداليه واحده، لكن معظم المنافسات الرئيسيه ما شاركتش فيها. يعني ما شاركتش في المنافسات؟ وبقت حديث العالم. كانت متخانقه مع صاحبها. عندها يعني قالت انا سلامتي النفسيه اهم من اي شيء. مع هير بوي فريند. كان في سبورت جامد جدا من العالم، وناس كتير جدا قالوا دعموها في قرارها، ما حدش ضغط وقال ازاي ضيعتي ميداليات على بلدك، وقالوا سلامتها النفسيه اهم من اي شيء تاني. يعني هي راحت للاتحاد بتاع الجمباز. هي منين؟ من امريكا. امريكيه. راحت الاتحاد بتاع الجمباز قالت لهم انا صاحبي جرحني، قلبي مكسور. لا فانا الموضوع مش كده بالظبط، بس يعني فمش هلعب. انا مش هلعب خلاص. عادي. الثانيه نومي اوساكا، لعيبه تنس يابانيه، يعني عملت حاله رهيبه جدا، وبقت قيمتها التسويقيه عاليه جدا، والدخل بتاعها جامد جدا، لانها حاله مختلفه في التنس. اليابان لقوا فيها صوره مختلفه عن كل الرياضيين بتوعهم، او شكلها مختلف شويه، لان والدها ووالدتها من اصول مختلفه، فسمراء يابانيه لكن سمراء شويه. بس هي عندها مشاكل مع البريس كونفرنسز، مع المؤتمرات الصحفيه، وازاي تديل مع معظم الرياضيين اللي عندهم مشكلات والمثيرين للجدل دايما بيبقوا جاذبين بره الملعب، لان طبعا بشكل مش بيكون سلبي، يعني مش بيكون في تجاوز او لكن هي فعلا بعد كده. طبعا في كذا لاعبه من كره القدم الامريكيه، لكن الملفت جدا هو ان اول لاعب كره قدم لا رونالدو ولا ميسي ولا نيمار، باولو ديبالا. باولو ديبالا رقم 5 وكريستيانو رونالدو رقم 6، عشان بيتفاعل مع الجمهور بشكل اكبر. بالظبط. الرابطه قالت كلام ممكن ناس كتير مش بتاخد بالها منه، قالوا ان الوصول لديبالا اسهل من الوصول لرونالدو، وده امر مهم جدا بالنسبه للناس. طب انا الوصول ليا سهل جدا، يعني لو وصلوا لي اخش في الحته دي، تدخل في القايمه طبعا. وقالوا قالوا احنا مش بننكر ان عدد الشركاء التجاريين لرونالدو كتير جدا، فوق 100، وان شعبيه رونالدو اكبر من ديبالا بكتير جدا. لكن اتكلموا عن نقطتين، هي بساطه ديبالا، وعلى فكره مش بس رونالدو، ده ميسي في المركز ال 12، راموس في المركز ال 14. قالوا بساطه ديبالا وان الوصول له سهل، وقالوا ان عدد كارهي رونالدو بيكون اكبر دايما لان المنافسين بتوعه بيكرهوه. لا يعني وبعدين في حاجه غريبه جدا، في على فكره في ولاد صغيره كتير جدا بيحبوا ديبالا. ولاد صغيره يعني انا اولادي بيحبوا ديبالا جدا. هو بيبي فيس ولعيب كويس، يعني لعيب هو في سنه وقعت منه ما شاركش كتير، كان طالع بشكل رائع، وناس كتير جدا كانت بتقارنه بميسي، وده حطه تحت ضغوط لان هو ارجنتيني طبعا. لكن هو موهبه عظيمه زي ما كانوا بيقارنوا. انا فاكر اورتيجا بمارادونا، فاكر اورتيجا؟ طبعا اورتيجا خلصوا عليه ده فاندرسار واحده، هو برده كان مجنون يعني. فاللي عمله في 98 برده اثر شويه على الايمج بتاعته. وقالوا ان عدد الكارهي رونالدو اكبر، مش عشان رونالدو سيء، لكن دايما رونالدو لما بيلعب في نادي المنافسين بيكرهوه، وده طبيعي لانه طبعا اسطور، يعني اي حد بيكره الليجند بتاع المنافس بتاعه. فالشريحه لما رونالدو كان في ريال مدريد كل مشجع برشلونه مش بيحبوه، لما راح يوفنتوس كل مشجع انتر وميلان مش بيحبوه، وروما. فقالوا وروما طبعا وانديه كبيره جدا، فقالوا دي من النقاط اللي اثرت شويه على ترتيب ان ديبالا يتفوق على رونالدو. ليها حاجه مش لوجيك طبعا، لكن ده مش برضه عشان الناس تفهم، هي مش القيمه السوقيه البحته، قيمه رونالدو السوقيه اضعاف ديبالا، لكن هو خدوها بحساب الرياضيين المؤثرين شويه اللي هم جذبوا القيمه التسويقيه في 2021. وعشان كده مثلا منهم تسيتسيباس اليوناني، لعيب تنس صعد بشكل فجأة، وصل الفاينل فرنش اوبن اللي هي رولان جاروس اللي هي في التنس، ووصل مصنف رقم 3 على العالم، عمل حاله فسابق ديوكوفيتش وسابق روجيه فيدرر، زي ما اتكلمنا على سيمون بايلز والحاله اللي عملها. بس انا مش فاهم بصراحه فلو. يعني انا بحاول افهم الكلام انت بتقوله، ازاي القيمه التسويقيه بتاعت ديبالا اكتر من المؤثرين تسويقيا في العالم.
المؤثرين يعني التسويقيه. طب انا في سنه 2021 يعني مثلا لما انا اسمع مثلا ان مثلا التعاقدات من السبونسر شيب او الرعاه بتاعت رونالدو مثلا بتخش مثلا في حاجه 60 مليون دولار بالظبط، هو مش الاعلى قيمه سوق لكن الاكثر تاثير. بالظبط، اللي هو جذب ناس اكتر في سنه 2021. يعني مش دايما، لو بشكل عام اكيد طبعا فيدرر اضعاف تسيتساباس وديوكوفيتش، لكن هو في السنه الاخيره بالظبط في السنه دي الحاله اللي عملوها خلتهم مؤثرين تسويقيا اكتر، جذبوا ناس اكتر، جذبوا شريحه اكبر في تفاعل من الجمهور، في تفاعل اكبر أكتر. في رغبه اكتر من الشركات التجاريه ومن المعلنين ان هم يروحوا لهم. فده المختلف شويه، ده اللي يوضح لك يا ميدو في السنه دي، يوضح لك الناس رايحه فين او الناس بتفكر ازاي او المعلنين بيفكروا ازاي. رونالدو وميسي هم التوب دلوقتي، روجي فيدرر طبعا وديوكوفيتش هم ومعاهم نادال طبعا هم القيمه الاكبر، لكن يوريك ان المنحنى رايح ازاي والناس رايحه فين، وان الاسماء اللي موجوده في القائمه دي هم اللي هيكتسحوا العالم. واوساكا اوريدي، اوساكا سبقت لعيبه كوره كبار، نجوم كوره كبار في السنوات الاخيره.